ولكن عاني منه. مشيت على طبيب اختصاصي كان جاني نزيف، عرفت راسي عندي سرطان الثدي، عندي سرطان الرحيم. مشي عطاني رسالة، مشيت للربعين سخسخوني عام ونص، ولف هالي رجور غدا جاية. من بعد داروا لي الحصات ديولي، داروا لي الشيمي، عطوني الرسالة الافتتاح مدة عام ونص، وانا غادة ما كان عمرش داري دائما بالنزيف وصلني لبلاص، وانا في منورشت 40. ودابا ملي وصلت الرسالة ديال الافتتاح عطوني الموعد ديال 3 شهور. ميمكنش لي انا نطلع بوحدي الرسالة ديال الافتتاح يفتح لي الدكتور. مشيت خديت الموعد من الشرجم، عطوني مدة 3 شهور. ملي وصلت الموعد اللي عطوني، جيت في الموعد وطلعت باش نفتح، هبطوا لي البلوك عاود طلعوني، قال لي ميمكنش لي نفتحوا ليك الحبوبه اللي عندك في الرحيم، عاود ناضت يعني شنو ممكن لك ديري، ممكن لك تهبطي عندهم ونعطيك رساله تهبطي عندهم يعاودوا لك الشيمي بدو جديد ويعاودوا لك البوله والليزر. انا داك الشيء اللي درت، قلت بسم الله رضيت بالامر ديالي، ولو عانيت من هاد البوله وعانيت من هذا عام ونص الالم، والالم يوميا 24 ساعه، ورغم ذلك الناس ديال المسؤولين ديال البوله ما داروا معايا حتى شي حل، قالوا يمكنش لي نعاودوها لك. بداو كيتراسلوا مع بعضياتهم بالرسائل وانا وسط منهم، قال لي حاجه واحده غديري البوله وغديري كلشي على برا، وانا ما مفطاعتيش حتى 5 دراهم باش غنركب في طروز مور في الطاكسي. دابا ملي هما بقاو كيتراسلوا مع بعضياتهم، انا بقيت ضحيه وسط منهم ما بين الطبيب ديال الفتيح وما بين الطبيب ديال البوله لي سخص لي الحاله ديالي وعطاني الرساله، قال لي امي تحمل المسؤوليه ديالك، وخلوني هكا طايحه في الدروش، طايحه هكا في الدروش في الربعين. وقلت له شنو الحل، قال لي غديري داكشي على برا، مايمكنش نعاودوه لك، ما كاينش عارنتيه، كاينين ناس اخرين غير يعاودوا البوله. الطبيب ديال الفتيح ما بغاش يفتح لي، قال لي تعاودي الحصص، تعاودي داكشي كامل، وفي الشهر اللي تالي فيه الحصص ديالك الشهر اللي تفتحي فيه، انا مايمكنش لي نطلع بوحدي للفتيح، داكشي كيكون بالمواعيد. ودابا انا بقيت ضحيه، دابا انا شنو درت، قهرني الحريق وقهرني داكشي، مشيت اختي للكلينيك ما داروا معايا حتى حل، كنمشي بالحراك كيدقوا لي بلا وصيفطوني ما عطاونيش حل، قال لي صافي ما غاديش تعالجي، صافي ما بقاش نعاودو لك هادشي، احنا ما مساليش ليك، سير قال لي طلع عنده هو اللي يتحمل المسؤوليه ديالك، الطبيب ديال الفتح اللي عطلك. الطبيب ديال الفتح قال لي انا ملي جيتي عندي في الموعد جيتي معطله، اذا شكون اللي عطاك الموعد؟ عطاوني في الاستقبال، الاستقبال مشيت عندك قلت لهم عندي ما ندير لك النوبه، الموعد ديالك هو هذاك، يعني انا ما لقيتش الحف داك 40. مشيت عندهم فايت درت عندهم حصه، من اصلا ما ملي عطلوا عليا الحصه ديولي فايت درت حصه تما باش وقف لي النزيف قبل ما يالله ما يبداو اليوم في بنورش الاشعه، درت واحد الحصه تما. مشيت رجعت عند الدكتور عاودت لي الحاله وشاف لي ليريم وشاف الحاله ديالي وشخصني وقلبني، قال لي يمكن لك بنتي ديري واحد 6 حصات عندنا، ممكن لك تحيدي الرحيم ويوقف لك الحريق من الالم في ظهرك والالم في الرحيم. ودابا راه طالبي ليا الدوفي ديال الخلاص، طالبي ليا الدوفي ديال الخلاص، الحصه واحده 120 وباش نركب الصدفه 120، ثلاثه الحصه عندي 6 حصات، قال لي غديري الصدفه تركبيها وتركبي ديري 3 حصات ومن بعد عاودي 3 حصات اخرين، عاد يمكن لي نحيدو لك الرحيم. ما عنديش الحقوق قال لي، بقيت كنهضر معاه ونطلب قلت له حيد لي الرحيم، قال لي مايمكنش نحيدو لك، حتى انا غادي نطلعش معاك للجبل، حتى انا غندير لك الحصات 6 باش الحبوبه راه تشتات وعاود كبرات، مايمكنش نحيدها غيكون خطر على الفتيح ديريكت. ودابا انا عندي الدوفي ديال الخلاص من شهر 6 وانا كندور بها الدوفي، ما لاقياش لي يعاون لي عليه، وانا وقفت 6 الوليدات انا كنتحمل المسؤوليه ديالهم، انا مهمه نبا الوضعيه صعيبه عندي بزاف، هاد الوليدات راه ما عندهم حتى باش يعيشوا، وانا راه كنطي كتشوفي الحاله ديالي كنقطر بالعرق، ويلاه جيت دابا داك قبره والحرق متنعش ديرو نار جيرو كلشي عارفين ديرو بلا زي ما هزاني، والله اختي ما تنعس بالله ولا كنشوف الناس. الرساله ديالي للمحسنين اللي كان يشوفوني يتعاطفوا معايا، راه عندي 6 الوليدات وانا كنموت بالحريق، يخلصوا لي اختي هاد الحصات اللي عندي، او عندي الدوفي عندي كلشي عندي الدوسي معاهم، لا خلصوا لي الحصات من غدا نبدا اختي الحصه ديالي، من غدا الدوسي كاين كلشي كاين موجود، غير هاد يتخلص نبدا من غدا الاشعه ديالي، مستعده نبدا، هو خافيها المعاناه ماشي بحال معاناه الحريق، يعني بديت المعاناه ديال الشيمي كاين ردان كاين الدوخه كاين، ولكن ماشي بحال الحريق يوميا. كنطلب من المحسنين يشوفوني ويتعاطفوا معايا ويحنوا مني، والله
الصرصين ده هو مكرهش يشوف هذا الفيديو ويتعاطف معايا. راه عندي بنياتي محتاجيني محتاجيني بزاف بزاف، ومحتاج راسي بزاف. الناس محسنين سيدنا اي حاجه شوفوني، انا راه محتاجه لهاد الوثيقه هذه تخلص باش تبدا الاشعه من دابا من غدا في اقرب وقت. الله يجزيه بالخير. السلام عليكم، انا الاخ ديال مينا الحبيب اللي كتعاني من مرض السرطان في الرحم، كتعاني من 2017 لدابا، وديما كنديوها للمستشفى ديال ميريزغو باش يديروا لها العمليه. كتمشي دير الشيمي، كدير الشيمي كيعطيوها مواعيد ديال شهرين، من بعد كترجع الاخر كيعاود يردها للطبيب الاخر، كيبقاو يتلاعبوا بها. الحبوبه عندها دابا كبرت في الرحم، يوميا كنديوها للمستشفى ديال الاربعه، وكنديوها للسبيطار الحسني، وكنديوها للسبيطار ديال الحومه هنا في المشروع. كاع الناس اللي كيعرفوا يوميا يعني ولينا خدامين مع السيده، كنجيو دائما كنديوها ايرجو محصور، كنبدلوا لها التيو. دابا كنتمناو من المحسنين ولا من سيدنا الله ينصرو يشوفوا الحاله ديالها، عندها 6 وليدات يداويوها، تبقى لوليداتها هي اللي خدامه عليهم. 6 وليدات هي اللي خدامه عليهم وكتعاني، دابا بقاو فيها الوليدات، بغات صح وترجع لوليداتها وتخدم. ودابا راه ميرز قال لهم مابقاش عندك العلاج، وحنا مرض السرطان راه كاين العلاج ديالو. ما تيقول لك مابقاش، لا مشينا للمستشفى الكينيدي، قال لك السيده هذه باقا غادي تعالج، غنتبعوا لها الحصص وغنديروا لها الصدفه، وان شاء الله حنا كنتمنوا ليها الشفاء، ونتمنوا المحسنين يعاونوها، حيت حنا عاوناها ولكن الله غالب، ما عندناش هذاك المستوى ديال الفلوس اللي غادي نعطيوها. وكنتمنوا المحسنين يعاونوها، هي مسكينه كتعذب يوميا يوميا 24 ساعه على 24 ساعه الحريق. دابا غير غنساليهم على التصوير، غنهزوها للاربعه باش غنبدلوا ليها الخنش هذه، حيت تحسرت دابا مابقاش كدوز ليها، غنمشيو نبدلوا لها التيو. وكنشكرك على المحسنين وسيدنا يتعاطف مع الوليدات اللي عندها، عندها 6 ديال الوليدات، هادشي اللي كنتمنى وشكرا.